دايما الانسان بيحس بالراحه لما يكون حاسس ان هو حواليه سند، حواليه امان، حواليه مدد ودعم. وعشان كده احنا دايما بنحاول بقدر الامكان نحس ان احنا معانا ربنا، ونحس ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبناش ابدا. المعنى ده بيخلينا نقدر نكمل في حياتنا، نقدر نعيش من غير خوف، نقدر نعيش واحنا مطمئنين، نقدر نعيش واحنا فاهمين قوانين الحياة، وان الحياة دي كلها تحت نظر الله سبحانه وتعالى. وعشان المعنى ده معنى مهم جدا في حياتنا، ولما بيغيب عن حد الحد ده بيعيش في قلق وتشتت، كان لابد يبقى عندنا شعار كده، عندنا قانون نمشي بيه في الحياة. المصريين لخصوا القانون دوت والشعار ده في الحياة، وقالوا عبارة من أجمل العبارات اللي بتخلي الإنسان مطمئن. العبارة بتقول إيه؟ رب هنا رب هناك. تعالوا نشوف أهلنا وناسنا قالوا إيه على الحكمة الرائقة الفائقة دي. تعالوا نشوف أهلنا قالوا إيه. طبعا ده اكيد رب هنا رب هناك، رب الوجود كلها يعني موجود في كل مكان سبحانه وتعالى يعني. طبعا ربنا واحد في كل مكان يعني، والمثل صحيح جدا يعني، في اي مكان الرزق هيجي لك انت. مهما يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احنا بنخرج من البيت او العبد اي عبد من عباد الله يخرج كما تخرج الطير، تخرج خماصا وتعود بطانا يعني. انت كده كده رزقك بتاخده سواء هنا سواء في اي مكان، كده كده الرزق المكتوب هتاخده، وده ربنا قدره في اي مكان. طبعا رب في كل مكان، ربنا معانا دايما. الواحد قبل ما يعمل اي حاجه وقبل ما يفكر فيها وحتى يعني اي حاجه، ربنا معايا دي اول حاجه تطمني وتهديني من جوايا. بس لا، هو كمثل مفيهوش حاجه غلط بالنسبه للدين، مفيهوش حاجه غلط، لان هو رب هنا رب هناك، هو رب واحد، هو ربنا في كل حته، كل حاجة مش فارقة. ربنا لو رايد الخير في أي حتة هتاخدها أكيد، لأن ربنا موجود في كل مكان. هو رب كل الكون، هو رب كل الكون، مش هنا هناك بس، ده الكون كله. هو ربنا سبحانه وتعالى رب كل الكون. ربنا سبحانه وتعالى موجود في كل حتة وكل مكان، يعلم ما تخفي الأعين وما تخفي الصدور. المثل حلو يعني، اللي هو أن ربنا معنا في كل حتة وكده. رب في كل مكان طبعاً، حاجة معروفة صح، أن أنت في أي مكان ربنا يعني إن شاء الله ربنا هيرزقك في أي حتة أنت فيها.